خبراء التقنية. يسرها أن تقدم لكم هذا الإنتاج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله في استعراض جديد لأحد المواقع الجميلة، وهو موقع سلة البطاقات. إخواني أخواتي، يتبين لكم من اسم الموقع أنه مختص في بيع البطاقات، جميع البطاقات، سواء آيتونز، جوجل بلاي ستيشن، اكس بوكس، امازون، حتى بطاقات الشحن، سواء زين، موبايلي، الى اخره. هذا الموقع يخدم الموجودين في المملكة العربية السعودية فقط. موقع سهل، متوافق مع الفويس اوفر باللغة العربية، طبعا يتطلب رقم حساب بنكي، جميع البنوك موجودة هنا. نتعرف ان شاء الله على التفاصيل لشراء البطائق هذه لشراء البطائق هذه معي ومع زميلي أحمد الفهمي. طبعا الميزة في هذه الخدمة الرائعة أن البطاقات ترسل كرسالة نصية على الجوال وأيضا على البريد الإلكتروني. أولا ندخل على جوجل ونكتب سلة البطاقات، أول نتيجة سلة البطاقات ندخل عليها، راح يجينا حسابي، ندخل على حسابي، راح يقولنا تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، نضغط على إنشاء حساب جديد. الآن معلومات الحساب هذه روتينية وبسيطة جدا، الاسم الأول، الاسم الأخير، هذه طبعا باللغة العربية، البريد الإلكتروني، طبعا نتأكد من عدم وجود مسافات داخل البريد الإلكتروني. بعد ذلك الهاتف، مباشرة ندخل الرقم بداية من 5 زائد 966، هذه مكتوبة، إذا نبدأ من 5. بعد ذلك كلمة المرور، كلمة المرور ما لها علاقة بالبريد الإلكتروني أبدا، كلمة مرور ننشئها نحن. أنا أدخلت كلمة مرور الأب ستور، 4 حروف و4 أرقام إنجليزية. بعد ذلك نأكد كلمة المرور. بعد ذلك راح يجينا موافقة على بعض الشروط والخصوصية، طبعا أي شيء يجينا نعم أو أوافق ومحطوط عليه لم يتم التحديد نضغط عليه حتى يقولنا تم التحديد. خصوصية وشروط استخدام وأمور معروفة، ثم تأتينا متابعة زر نضغط عليها، راح يجينا تفعيل الحساب. مباشرة راح ترسل رسالة نصية على الجوال فيها كود مكون من 3 أرقام، ندخل هذا الكود في الحقل المخصص له ونضغط أيضا على متابعة. بعد ذلك راح يقولنا تم تفعيل الحساب. لما ندخل على حسابي راح يقولنا مرحبا فلان بالاسم اللي وضعناه، وراح جينا جميع المعلومات. أما عن طريق شراء البطائق، عن طريقة شراء البطائق هذه، ندخل على الصفحة الرئيسية، راح جينا قائمة طويلة عريضة بأسماء البطائق، آيتونز، جوجل بلاي، كويك نت، إلى آخره. لما نضغط على مثلا آيتونز راح يقولنا اختر القيمة ونكمل عملية الشراء. أترككم الآن مع أخي الأستاذ أحمد الفهمي لإكمال هذا الشرح. قبل ما تستمعون إلى الرائع المبدع أحمد، أحب أنوه إلى نقطتين مهمتين. الإجراءات التي الآن سيقوم بها أخي أحمد هي فقط لأول مرة، يعني لأول مرة، المرات القادمة عند شرائنا إن شاء الله في المرات القادمة كل هذه الإجراءات سوف تكون محفوظة، رقم الحساب محفوظ وجاهز، أيضا اسم الفاتورة سوف يكون محفوظ. لا يشترط في اسم الفاتورة أن يكتب باللغة الإنجليزية كما فعل أخي أحمد، لا، ما في إشكال، يكتب باللغة العربية. فهذه الإجراءات فقط لأول عملية شراء، أما المرات القادمة فهي أسهل بكثير وأوفر أيضا للوقت والجهد. تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا الأخوة الكرام. حقيقة أشكر صديقي عبد الوهاب الزهراني على هذا الشرح الكافي والوافي في عملية التسجيل في متجر صلة البطاقات. طبعا معروف المواقع أو المتاجر الإلكترونية التسجيل فيها بديهي، يعني غالبا الاسم والبريد الإلكتروني رقم الجوال تفعيل الحساب. طبعا ما تطرقنا، أعتذر لكم، ما تطرقنا في عملية التسجيل لأنه هو متوافق مع الفويس أوفر. الآن إن شاء الله راح نتطرق إلى عملية الشراء مباشرة. طبعا التنوين إحنا الآن مسجلين دخول، خلاص بقينا فقط الشراء. طبعا الآن نتوجه الموقع، بسم الله. أتكلمك، يتعذر انتقه السلام. طيب يتعذر انتقه صفر ليس زر مطول. صفر راسين، هذه هي سلة المشترات صفر. الآن ما ضفنا شيء، نمشي طريق ايتونز بلاستيشن بلا كوكلي ايتونز رابط. نختار ايتونز رابط ايتونز رابط. مباشرة ناخذ اصبعنا في وسط الشاشة، ايش حيقول لنا؟ ايتونز امريكي، ايتونز امريكي، اختر القيمة. ممتاز. يتعذر انتقه 10 دولار. لو مشينا يقول لك 15 دولار 20 او عفوا 25 500 دولار، نختار 10 دولار. يتعذر انتقه 10 دولار. طيب نمشي. يتعذر 9 ايتونز امريكي، يتعذر 39 ريس 39 ريال. اضافه للسلة، اضافه للسلة، نضغط عليها. اضافه اتمام الشراء. الان جانا اتمام الشراء، نضغط عليها ايضا. اتمام الشراء. حلوين. فقاعة الكلام. ايقاف اتكلم. الان حيجينا جدول يعرفك المشتريات اللي انت اخترتها. يعني يقول لك الكمية والعدد والسعر الإجمالي. طيب بسم الله نمشي. أتكلم قيد سلة شراء، سلة شراء، صورة الرسم، أنوع الصورة الرسم، الخيارات المتاحة في سلة، الرجاء لاختيار إذا كنت طبعا ما عندنا تخفيض أو نقاط، ما عندنا كوبون خصم أو زي ما تقول كود خصم أو إيش هدية. نمشي. التسعة وثلاثة متابعة أتمام الطلب، انتبهوا هنا رابط، نبغى نضغط على إتمام الطلب. لو ضغطنا على المتابعة راح يرجعنا للصفحة الرئيسية. نضغط إتمام الطلب. أتمام الطلب. فقاعة الكلام. ممتاز. أتمام الطلب. مستوى العنوان واحد. الآن حيجينا عنوان الفاتورة، فقط يطلب منك الاسم الأول والأخير. نمشي. أريد استخدام هذا العنوان. زر. أريد استخدام عنوان جديد. نضغط عنوان جديد. أفضل. تمت. نجمة. نجمة الاسم الأول. الاسم الأول. نقطة الادخال في. A H M E T. بعدين اسم نجمة اسم العائلة نقطة الـ A L F A H M I I U U I. ممتاز. متابعة. الآن نضغط على متابعة. بسم الله. متابعة جارية علامة الحذف. أحمد أخي يفصل الفهم البنك أريد استخدام هذا الحساب لأكمال الطلب يرجى تحويل المبلغ وأفادتنا ببيانات إيقاف أتكلم. طيب وجب التنبيه هنا، طبعا أنت الآن راح تحولهم من إحدى حساباتك البنكية، تمام؟ لازم تحط اسمك الثلاثي زين، وتحط رقم حسابك. ليه؟ لأنك أنت إذا حولت لحسابهم مثلا الأهلي والراجحي راح يطابقون الحساب اللي جاء منه المبلغ، مجرد ما أنت أكدت الأوردر ورحت على هاتفك المصرفية أو الأونلاين وحولت المبلغ يطابق البيانات وعلى طول يرسلوا لك البطاقة عبر الجيميل أو اللي هي إيميل والرسالة نصية كمان، يعني شيء جميل. طيب انا مسجل حسابي في البنك الاهلي لكن راح استعرض لكم تسجيل حساب جديد جدا سهله. اتكلمك احمد اخي اريد استخدام حسابي بنكي جديد. طيب تمت. نجمه اسم المحاوله ثلاثي. أنا اسم المحاوله ثلاثي نقطه الادخال في لوحه المفاتيح. لوحه المفاتيح الف حاء ميم دال مسافه احمد خاء نون ياء فاء سين مسافه الف لام فاء هاء ميم ياء مسافة الفهمي. طيب اسم البنك. الآن نكتب اسم البنك مثلا نقطة ميم اسم مصرف الراجحي راء فاء مسافة ألف لام 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 راء ألف جيم خاء ياء ياء خاء 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 حاء ياء مسافة الراجحي مصرف الراجحي رقم الحساب نجمة رقم الحساب. نضغط رقم الحساب الآن. أحرف أضافي يتعذر انتقه ددغة سكس. شوف الناطق يعني يطقها بالغلط. يتعذر انتقه أتالي العربية English كريم يحول المبلغ. طيب الان نضغط على تم. اللغه الافتراض تم. تم تم. طيب الان حيجي يجيب لنا استعراض بعد ما ندخل رقم الحساب حقنا، حيجيب لنا طال الله اعماركم جميع الحسابات البنكيه عندهم في السعوديه. عندهم مصرف الراجحي، عندهم بنك السعودي الفرنسي، بنك البلاد، مصرف الانماء، وكذلك البنك الاهلي، وبنك سام وسامبا، وفي بنك اسمه ميم، يعني اول مره مر علي هذا البنك.
لكن للأسف البنك العربي الوطني مو متوفر عندهم. ننزل بهذا الصابع لأنه هذه الصفحة كلها الحسابات البنكية حقتهم ملل. وزيدكم من الشعر بيت، إذا أكدت الطلب راح يجيك إيميل بحساباتهم أيضا، هذا شيء جميل. طيب شاشة المعتمة يمكن صفحتي 4 صفحتي 5 صفحتي 6 من لقد قرأت ووافقت على هنا قرأت على الشروط، شروط الاستخدام خانة الاختيار، اضغط على خانة الخيار نسوي تحديد، تمت متابعة ونسوي هنا متابعة بسم الله متابعة للأعلى صفحات. الآن الآن برضو حيجينا ملخص الطلب، أظهار الأشياء مشاركة تحويل معتم، نضغط على تأكيد الطلب، تأكيد الطلب بسم الله جارية، بعد ما نضغط على تأكيد الطلب معتم جيميل. الآن جاءنا إيميل سلة البطاقات برقم الطلب، يتعذر انتقي سلة البطاقات إيقاف التكلم. والآن بعدها بدقائق حيجينا رسالة نصية برقم الطلب. إيش اللي نعمله الآن؟ نتوجه مباشرة إلى الهاتف المصرفية أو الأونلاين، نضيف حسابهم البنكي ونحول لهم المبلغ. للمعلومة وجب التنبيه برضو هنا، إذا طلبت رفعت أوردر لازم مباشرة تروح تحول لهم المبلغ، لكن لو تتأخر فوق 15 أو فوق 10 دقائق نقول أو ربع ساعة يمكن راح يلتغي طلبك، فراح أنت تحول في الخلل. طبعا إن شاء الله أن كان الشرح يكون وافي وكافي، وحقيقة يعني جدا جدا ابتعدنا عن جشع ذي المكاتب زي مكتب 442 يبيع لك مثلا العشرة دولار ب50، هذا ما يصح صراحة. وفي نقطة ثانية حابة أنبه عليها برضو، راح أوريكم إن شاء الله كيف تصل رسالة كود البطاقة أو الجيميل. بسم الله عدنا إليكم بعد ما وصلتنا البطاقة، تقريبا أخذت 4-5-3 دقائق تقريبا. نروح الجيميل، جاءنا إيميل هنا KJWBN. مرحبا أحمد وشكرا لتسويقك معنا. طيب. بناء على طلبك رقم 14082 الأرقام التسلسلية للبطاقات التي اشتريتها ميلر. اسم البطاقة أي اسم البطاقة أي تونز أمريكي 10 دولار. طيب. الرقم التسلسلي للبطاقة الرقم التسلسلي للبطاقة كابكس. طبعا ما نبغى نتسرب بيانات البطاقة طبعا. وأتمنى إن شاء الله أنه كان شرح جدا جميل، ودمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.